يا هلا جايز، ان شاء الله تكونوا منيح وان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم اليوم برياكشن جديدة، واحذروا مين رجع لنا الفردة بعد سنتين. الحمد لله، يعني نزل تراك من الالبوم اللي حينزله قريبا، تراك اسمه سانسيرو. سو اليوم رح اعمل لكم رياكشن على هذا التراك. باي ذا واي، اذا اول مرة بتحضروني ما تنسوا تكبسوا على السبسكرايب بوتن، واذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. ويلا، انا كتير 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 اكسايتد اسمع هذا التراك، سبيشلي انه اخر البوم تبع الفردة كاغولي كان رائع جدا. so I'm expecting something really high from him obviously. ويلا كرافيز لا خاتشي مالا عرض لإنشاء ممن. اوكي، سو اول شيء دريل سوبر سوبر حلو، يعني ما بعرف بس كتير ستيل دريل تبع امس ارتيزان ديزين كانوا، ما بعرف اذا بتسمعولهم، بس انه ولا مره سمعت الفرده مع هيك تايب اوف دريل تو بي اونست. اتس نايس و اي ثينك اتس ريلي دارك تراك. شكون قال لك راب كاسكتا وهين دام؟ واو واو، شكون قال لك راب كاسكتا وهين دام؟ اسبوعه في اللايف، اللايف كسين جاب ميمي في الساكوشة، ماما راه في القلب جاي، ميمي في الساكوشة وماما في القلب، ها ضروري. كالرابع خدمة في سقيل كتعجبني الفردة، فينك حبسي متي نعسي بعدو مني خورا لا باسيون. جايز هادي كتير حبيتها، لان حرفيا وقت الفردة ما كان عم ينزل تراكات، الكل عم يسأل فردة فينك غابر وينك ليه ما عم تنزلنا شي ليه ساكت. سو so حرفيا he's mentioning it. I found it really funny، لان حتى انا كان عم بسأل حالي انا وينك الفردة ليه ما عم تنزلنا شي تراك. so this is nice. والو من اللي الادسنس ولا كيخلص شي حاجة جنابو شي حاجة مالو، شكون داير مزية شكون داعس كالمفو. guys حبيت the fact انه الكليب فيديو بيسين واحد و obviously مع الكاجول تبعيته يعني. وحبيت كتير كيف قال انه شو اسمه من الادسنس كانوا عم بيخلصوه يعني. هادشي راه ماشي ديالي كان عارفو، هادشي ماشي ديالي كان عارفو، مرتاح في التيكي تا ديالي عادي شيك ما مركيحبونيش في الخاف كيسمعولي ناقة بضرب مغربي. واو 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 جايز جايز جايز، هنا نعمل كلاش للناس اللي تسمع له بس ما بتحبه. سو اي ريلي لايك، وهلا ناقة بضرب مغربي ما بعرف شو الكلاش، بس انه عارفينكم باش منفوخين مزكنا ولاد عليه والبوليس حتى مول كيوي تو فورد فوكس حتى ولد الجوج ولد المدير ياسمينة نيفادا ولزيريس من كازا تا ميلانو حضي راسك. كتير حبيت حرفيا عم يقول انه هون الكل بيسمع له من ولد علي للبوليس لما بعرف مين ياسمين او ما بعرف شو هيرمانو اس اش خيط طافي في الفيكولو كتفيزي غير البانو وكيف غنديرو خوكي مشات لاباسيون راه جا الدينيرو في السن كلشي كيبوجي بحال في سانسيرو دابا قولي شكون جايب روحو وسط الكيرو. سو كاتشي، وكتير حبيت كيف عم بيقول كيف غنديرو خوكي مشات الباسيون راجا دينيرو، يعني pursue your passion. واحلى شيء يعني imagine you're doing it what's your passionate about و you're getting paid. وكيف غنديرو خوكي مشات الباسيون راجا دينيرو في السن كلشي كيبوجي بحال في سانسيرو دابا قولي شكون جايب روحو وسط الكيرو. جاتي بس عندي سؤال، ما بعرف شو يعني جيب روحك، يعني فهمت الكلمات بس ما فهمت شو كيف يعني جيب روحك، كما هادي بعد لهلا ما كتير بستوعبها، يعني ويسد ولا كيف؟ وسي فيزيك كيجي لما الصو في الفيدا تا حاجة ما فاصل كل كي جاجي على راسو والنصيب ردن بي ولا عصي ربي رد بي كان كاسي كان كدبيه هو لوفاك شي عدبي كاينه فوضى في هاد الفناء غي دايز وقلت نشوفو كي داير هاد الميناء شي نبيز شي مساوس ويا كلو بجوج في نفس الاناء كي داير بخير مي فيدا غدا في طور البناء هذا مشي كجام الكينات راب مرضوع في بيبرون بالمتبان الكوبرو اسمع وروا وا
جايز راب مردوع بيبرون قبل ما تبان الجو برو. برو فلون شوفني برو مدفع تشاسيفي ودبلوم اسمع ورواوا برو فرد قرايت وفكرو وقيل بغاوني ميكرو. جايز جايز كتير حبيت لهيدي الفردة كريتو فكرو يعني بيتعلم من فكرو وقيل بغوني ميكروب يعني فكروه ولا شيء بس انه هو شيء اعلى يعني. وكيف غنديرو خوكي مشات لا باسيون راه جات دينيرو سينكو شيك بوجي بحال في سانسيرو دابا قول لي شكون جايب روحو وسط الكيرو. وكيف غنديرو خوكي مشات لا باسيون راه جات دينيرو سينكو شيك بوجي بحال في سانسيرو دابا قول لي شكون جايب روحو وسط الكيرو. كتير 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 حبيت الرفران سوبر 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 حلو وكاتشي يعني الدريل هيدا سوبر 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 كاتشي يعني إذا هيدا تشيك هيك بلش I'm expecting something super amazing بالألبوم تبعه. Anyway guys thank you for watching my video إن شاء الله حبيتوا الرياكشن و اكتبولي بالكومنت على اي تراكات بتكوني انا اعمل رياكشن ويلا خلينا نشوفكم بغير فيديو. باي تيك كير.